عليكم، معكم الطالبة بيان أبو طالب. إن شاء الله راح أشرح لكم المحاضرة الأولى من الباثولوجي اللي هو علم الأمراض. هاي المادة راح تعطيكم إياها دكتورة إقبال إن شاء الله هذا الفصل. هي راح تعتمد على كتاب روبنز بيسيك باثولوجي الناينث إديشن. بتقدروا يا أما تنزلوها PDF أو بتقدروا تجيبوها من مكتبة الجامعة. طبعا الكتاب ضروري يكون عندكم لأنه كتير بشرح أشياء مش موجودة بسلايدات، وطبعا هو مرجع أساسي للباثولوجي. في عنا كمان كتاب تاني اسمه باثوما، هذا للي بده مراجعة سريعة للمادة مش إشي دراسة أولية. هلأ أنا بهاي السلايدات إن شاء الله رح أعتمد بشكل أساسي على الكتاب لأنه هو بشرح بشكل مفصل. الدكتورة بالعادة ما بتكتب كل إشي، بس مشان تفهم الصورة كاملة أنا حطيت سلايدات من جهزتها من الكتاب ومن السلايدات الدكتورة، وإن شاء الله رح تستفيدوا كتير. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. هلأ قبل ما نبدأ نحكي عن أي موضوع، طبعا لازم نعرف فيه كمصطلح وعن إيش بحكي. هلأ كلمة باثولوجي ككلمة هي كلمة لاتينية بتنقسم لقسمين، في عنا pathos اللي معناته disease أو suffering، وفي عنا تانية اللي هي logos اللي هي معناتها study، يعني study of disease أو study of suffering. الباثولوجي اللي هي عكس الفسيولوجي. الفسيولوجي انتوا أخذتوها السنة الماضية اللي هي بتدرس الحالة الطبيعية للسيلز، بيكونوا بالهوميوستاسيس. أما الباثولوجي بدرس لما يصير في عنا disruption، لما يصير في عنا pathologic stimulation يأثر على السيلز والتيشيو وإيش بصير بعديها. هلأ بشكل عام هو بدرس the causes of the disease مشان يحاولوا يتجنبوها in the future. في عنا كمان بدرسوا changes at the levels of cells, tissues and organs. ليش changes؟ مشان يعرفوا هل المرض هو بمرحلة متأخرة أم مرحلة متقدمة ويعالجوا على هذا الأساس. كمان لازم نعرف signs والsymptoms مشان لما يجي عنا المريض نعرف نعالجه، نعرف نشخصه. هو بيركز على الفونديمنتال سيلولر والتيشو ريسبونسز للباثولوجيك ستيمولاي زي ما حكينا قبل شوي، مش للنورمال ستيت عكس الفسيولوجي. هلا اللي راح تاخذوهم بهذا الفصل هم هذول التشابترات. الماده جدا جميله، بدها حفظ بحث تقريبا، يعني بتشبه تاعت الثقافه التوجيهي بس هاي كثير احلى، يعني بتقدروا تتعمقوا فيها واللي بيفهم بيقدر يحفظ بكل سهوله. ان شاء الله انا بس راح اعطيكم، راح اشرح لكم الليكتشر الاولى اللي هي تشابتر 1، وهي يعني كتير سهله وان شاء الله انه تستفيدوا من هذا الفيديو. طيب هلا study of pathology in general includes في عنا 3 stuff اللي هم الاتيولوجي والباثوجينيسيس والباثولوجيكال فيتشرز اللي هو المورفولوجي. هلا اول شيء اللي هو الاتيولوجي. الاتيولوجي بمعنى اخر السبب، the origin of the disease، يعني أنا بدرس the underlying causes and modifying factors of disease. يعني إذا بدي أسأل إيش سبب المرض معناته أنا بسأل عن الإتيولوجي. هلأ الأسباب ممكن تكون يا أما genetic أو environmental factors. genetic يعني جوا الشخص نفسه، صعب هاي بالعادة إنه يتحكموا فيها. أما environmental factors يعني الواحد بيقدر يتجنبها. هلأ عادة most common diseases زي الضغط والسكري والكانسرز هذول بالعادة بيكونوا inherited genetic susceptibility لهم، يعني أو various environmental triggers. بس هو بالعادة خاصة عنا بالميدل ايست بتكون genetic susceptibility، خاصة إنه يعني بتكون runs in the family. خاصة الهايبرتنشن والدايبيتيز هذول أكتر مرضين منتشرين عنا. هلأ الباثوجينيسيس اللي هي steps of development of disease زي ما حكينا قبل شوي إنه لازم نعرف المرض هو بأي level مشان نعرف نعالجه على هذا الأساس. بحكينا إنه كيف الاتيولوجيك فاكتورز المسببات هي بتحفز إنه يصير في عنا cellular والmolecular changes مشان نعرف الكاركترستيكس تاعت الديزيز. يعني لما أسأل how a disease develops معناته أنا بسأل عن الباثوجينيسيس of the disease. هلا الباثولوجيكال فيتشرز اللي هي المورفولوجي، يعني شكل العضو، شكل التيشوز. هلا في عنا طريقتين، يا اما بيكون جروسلي او مايكروسكوبيكلي. جروسلي يعني انا بتطلع عليه بالنيكد اي، كمان بيسموه مايكروسكوبيكلي. او المايكروسكوبيكلي اللي هي عن طريق الالكترون مايكروسكوبي او اللايت مايكروسكوبي اللي درستوهم السنه الماضيه مشان اشوف الالترا ستراكشرال تشينجز. هلا الجروسلي هاي ممكن انه اشوفها عن طريق
ممكن انه من السيرجيكال سبيسيمنز ديورينج لايف، انه خلال حياة الشخص، وفي عنا بصير مثلا شخص على طاولة الجراحة وقاعدين بيعملوا له جراحة، بيقدروا يشوفوا العضو وهو قاعد بتشرح. أو ممكن إنه يكون الشخص توفى بدون ما يعرفوا سبب الوفاة، فوقتها بياخدوا الـ autopsy specimens after death مشان يعرفوا سبب المرض ويعرفوا يشخصوا المريض حتى لو بعد الوفاة. هلأ في عنا techniques اللي هي بتكون morphological, molecular, microbiological أو immunological، كلياتهم مشان يقدروا يوصلوا للـ correct diagnosis. في منهم راح تاخدوهم بالgenetics زي الـ PCR والبصمة الوراثية نفسها اللي أخذتوها بالتوجيهي، وهي كتير ممتعة هاي الشغلة، إن شاء الله إنكو رح تستمتعوا فيها. هلأ إحنا بنعرف إنه السيلز هم active participants in their environment. الخلية هي وحدة البناء الأساسية بالجسم، وهي اللي بتضلها تحاول to adjust their structure and function مشان يتكيفوا مع changing demands والextracellular stresses. زي لما يكون شخص عنده ضغط عليه كتير بحاول يتكيف قد ما بقدر مشان يحاول يعدي هاي المرحلة. نفس الاشي السيلز لما يصير عليها كتير demand و increased workload، هي بتحاول انه يصير لها اشي اسمه adaptation، وهذا اللي رح نحكي عنه. هلا احنا بنعرف انه السيلز زي ما درستوا بالفسيولوجي اصلا موجودين بحالة steady state اللي هي بسميها الهوميوستاسيس، بس لما يصير في عندي الفسيولوجيك ستريسز او من pathologic stimuli، يعني يا اما سواء شيء جاي من جوا الجسم طبيعي او انه من pathologic stimuli شيء مرضي، رح يصير في عندنا الادابتيشن مشان يقدر يوصل a new steady state، وبنفس الوقت انه يقدر يحافظ على وظيفته ويحاول يعملها بنفس الفعالية. هلا اذا كانت الادابتيف كابابيليتي از اكسيدد، يعني انه الواحد الخلية بطلت تقدر انه تحافظ على الفانكشن تاعتها مع ستريس والانكريزد لود، او انه الاكسترنال ستريس انه صار كتير هارمفول، رح يصير في عنا السيل انجري. يعني بالاول دايما بصير في عنا ادابتيشن، اما اذا زاد كتير كتير عن الحد المطلوب عن الحد المطلق رح يصير في عنا السيل انجري. هلا السيل انجري هاي بتنقسم لنوعين، في عنا reversible وفي عنا irreversible. With uncertain limits بتكون reversible. كيف يعني الـ injury reversible؟ يعني إذا متى ما أقيم الـ pathologic stimulus أو الـ increased workload، متى ما أخففه أو يعني أقيمه، خلص رح يصير في عندي ترجع لـ stable baseline. أما إذا كان stress severe و persistent و rapid in onset، معناته رح يصير في عندي irreversible injury و death of the affected cells. يعني ال السيلز رح يصير لهم apoptosis ورح يموتوا. هلا اكيد بنعرف انه cell death is one of the most crucial events in the evolution of disease. اذا صار في عندي cell death معناته خلاص مستحيل اقدر ارجعهم، لازم بصير في عنا عملية تعويض بعديها. هلا من الاسباب تاعتها في عنا الاسكيميا اللي هي lack of blood flow. اكيد يعني رح يصير في عنا lack of nutrients, vitamins, proteins توصل لهذا التشيو، lack of blood يعني رح يصير كتير خلص رح يصير في عنا diminishing the size of the organ، ولأنه هاي المنطقة ماتت. في عنا كمان أسباب ممكن يكون infections, certain viral infections والtoxins والimmune reactions، خاصة زي الأنافيلاكتيك شوك هاي اللي هي severe allergic reaction ممكن تؤدي للdeath. هلا السيل ديث مش ضروري إنه يكون دائما إشي مش منيح، هو normal و essential process بالإمبريوجينيسيس والديفلوبمنت اوف organs، لأنه كلياتنا بنعرف إنه الإمبريو ما عنده نفس الأعضاء اللي بيكون عند الشخص البالغ من العمر. وكمان المينتنس اوف هوميوستاسيس، لأنه مثلا على شغلة التيومرز الجسم دائما بيحاول يحارب هاي الخلايا، فضروري يعني شغل السيل ديث هذا إشي مهم جدا في حالة التيومرز والكانسرز. هلأ هاي بتلخص كل اللي حكيناه. في عنا أول إشي اللي هي normal cell بتكون بالهوميوستاسيس، لما يصير لها stress أول إشي بتروح عليه اللي هي الadaptation. أما إذا كان injurious stimulus، يعني كان إنه أكتر قوة وharmful أكتر من الstress، فورا رح يروح على cell injury.
أما هون إذا كان في عنا adaptation وصار في عنا إنه ال adaptive capability is exceeded و inability to adapt رح يصير عنا cell injury. cell injury زي ما حكينا في عنا نوعين اللي هي reversible injury و irreversible injury. reversible اللي هي بتكون حسب إذا كان pathologic stimuli mild و transient، إذا كان يعني بسيط ومؤقت متى ما أقيمه بترجع السلة الهوميوستاسيس. أما إذا كانت السل إنجري، إذا كان الباثولوجيك ستيميلاي سيفير وبروغريسيف يعني متواصل وشديد جدا على الخلية، رح تبطل تقدر تتكيف معه، رح يصير في عنا الريفيرسيبل إنجري اللي هي السل ديث. هلا هدول النوعين اللي هي الأبوبتوسيس والنكروسيس، التنين نوعين للسل ديث رح تاخدوهم باللكتشرات الجاي إن شاء الله. طيب هلا في عنا هذا المايوكارديوم، في عنا النورمال مايوسايت وهذا النورمال هارت، واضحين هنا. هلا بهذا المثال هنا حاكين عن الهايبرتروفي. ايش هو الهايبرتروفي؟ انه انا ازيد حجم الخلية نفسها، فبالتالي بزيد حجم الاورجان ككامل، يعني بزيد increase in the size of the individual cells and ultimately the entire heart. هلا مثلا في عنا هذا المايوكارديوم صار له persistent increased load، زي مثلا انه صار له ضغط او انه narrowed stenotic valve، انه احد الصمامات صار كتير ضيق فبطل يقدر يتحمل ال workload اللي عليه. فاول اشي بده يصير ايش؟ اللي هي ال adaptation اللي هي response to increased load. كيف بده يصير ال adaptation؟ اول مثال حكينا عنه اللي هو ال hypertrophy، طبعا رح نحكي عنه بالتفصيل كمان شوي بس هنا كمثال بسيط توضيحي. صار في عنا الخلية نفسها كبرت، زادوا مكوناتها، فبالتالي كبر عنا الميوسايتس وبالتالي كل الهارت، يعني صار في عنا left ventricular hypertrophy. شوفوا هنا واضح جدا ال left ventricle قديش صار جداره سمكه كتير كبير مقارنة بهذا اللي جداره يعني طبيعي. هلا في عنا انه اذا صار السل انجري، السل انجري حكيناها قبل شوي ممكن يكون يا اما ريفيرسيبل او الريفيرسيبل. هلا هاي الصوره هنا موضحيت لي ريفيرسيبلي انجرد مايوسايت، هاي متى ما قيم الباثولوجيك ستيمولس ترجع للنورمال مايوسايت، بس اذا زدنا الباثولوجيك ستيمولس صار بروجريسيف وانكريزد ورك لود عليه و persistent راح يصير في cell death اللي هي بحالة الهارت راح تكون myocardial infarction. هاي البقعة الصفرة هون معناته هاي dead myocytes، يعني صار في عنا myocardial necrosis، والnecrosis والapoptosis راح تدرسوهم باللكتشرات الجاي إن شاء الله. طيب نرجع السلايد. هلا الميوكارديوم لما يكون subjected to persistent increased load زي بالهايبرتنشن او الستينوتيك فالف راح يصير في عنده الهايبرتروفي اللي هو حكينا ايش، increase in the size of the individual cells و ultimately بيصير للانتاير هارت. هلا ليش صار في عنا هذا الادابتيشن؟ to generate the required higher contractile force. اكيد الواحد لما يصير تحت ضغط لازم يعمل تكيفات مناسبة لهذا الضغط اللي عليه مشان يقدر يحافظ على الوظيفة تاعته اللي كان هو اصلا بيشتغلها. هلا اذا كان الانكريز ديماند نوت ريليفد، يعني صار يزداد، او انه المايوكارديوم سبجكتد تو ريدوسد بلود فلو زي ما حكينا قبل شوي، ممكن يصير في عنا اسكيميا. ممكن انه هاي بهاي الحاله انه من الكوروناري ارتري نفسه انه يصير له اوكلوجن، انه يا اما كومبليت او انكومبليت، هون رح يصير في عنا الانجري. هلا اذا كان الستريس مايلد او انه الارتيريال اوكلوجن از انكومبليت، طبعا الكوروناري ارتري بتعرفوهم الكوروناري ارتريز اللي بغذوا القلب، فاذا صار كان الاوكلوجن از انكومبليت معناته بيكون ريفيرسيبلي انجرد، ممكن يقدر يرجع للنورمال مايوسايت. اما بهاي الحاله الخطيره اللي ان شاء الله يعني ما تشوفوا حدا بيعاني منها، اللي هي رح يصير في عنا سيل ديث او الانفاركشن، خاصه اذا صار في عنا البرولونجد او كومبليت اوكلوجن للكوروناري ارتري، فبالتالي القلب ببطل يوصله اي ضخ دم وبيبطل يقدر يتغذى على شيء. هلا لازم نعرف انه ستريس والانجري ما بيأثر بس على شكل المايوسايتس، وبيأثر على الفانكشنال ستاتس، لانه كمان الريفيرسيبل انجرد مايوسايتس هم ما بيكونوا ميتين. حكينا ريفيرسيبل معناته ما صار في ديث، ما صار في نيكروسيس او ابوبتوسيس، بيقدر يرجع للطبيعي. بس بما انهم ريفيرسيبل انجرد يعني هم لساتهم انجرد،
فبقدر اشوفهم انهم زي النورمال مايوسايتس مورفولوجيكلي لما اشوفهم تحت الميكروسكوب، بس هم ترانزيان في نون كونتراكتايل، يعني بشكل مؤقت وظيفتهم قلت، وهاي الشغله كتير مهمة لازم تلاحظوها. فبالتالي حتى لو كانت mild injury ممكن تعمل لنا significant clinical impact، مشان هيك ما تغض الطرف عن أي إصابة أي injury ممكن تصيب الهارت، لازم نعالجها فورا. طيب هلا السيلولار adaptations to stress، في عنا يا اما بالنمبر او السايز او الفينوتايب او الميتابوليك اكتيفيتي او الفانكشنز، كل هدول الانواع راح تاخذوهم باربع انواع للادابتيشنز راح نحكيهم كمان شوي. هلا الادابتيشنز كان بي، هاي حسب انه ممكن تكون يا اما فيسيولوجيك او باثولوجيك. هلا الفيسيولوجيك زي ما حكينا قبل شوي اللي هي بتكون لنورمال ستيميوليشن. كيف نورمال؟ يعني من جوا الجسم، ممكن تكون من هرمونز او اندوجينوس كيميكال ميدييتورز. هرمونز زي مثلا بريست انلارجمنت واليوترس انلارجمنت ديورينج بريجننسي، اليوترس مشان يوسع الامبريو اللي بتكون جواته، والبريست انلارجمنت مشان بعد البيرث اوف ذا بيبي انه مشان يصير في عنا اللاكتيشن. هلا الباثولوجيك ادابتيشنز اللي هي بتكون ل ستريس، يعني اشي خارج عن ارادة الشخص مش من جوا الجسم، بيكونوا responses to stress مشان تقدر السيلز تضلها تحافظ على structure والfunction تاعتها، زي ما حكينا قبل شوي بالhypertrophy. such adaptations can take several distinct forms. هدول الadaptations اللي هم الأربعة اللي رح نحكي عنهم، الhypertrophy والhyperplasia والatrophy والmetaplasia. هلأ كل واحد من هدول في إله physiologic و pathologic طيب. هلأ الهايبرتروفي زي ما حكينا قبل شوي اللي هي زيادة بحجم الخلية نفسها، يعني بيزيدوا مكونات الخلية فبالتالي بيزيد حجم الأورغان ككل. الهايبربلاجيا بزيد بعدد الخلايا فبزيد حجم الأورغان ككل، هدول لازم تعرفوا الفرق بيناتهم. الأتروفي هي عكسهم اتنين، انه انا بقلل حجم الخلية فبقلل حجم الأورغان كامل. اما الميتابلاجيا اللي هي بغير نوع الخلية ل another adult type of cells. طيب هلأ نبدأ بالهايبرتروفي. هايبرتروفي هو increase in the size of cells زي ما حكينا قبل شوي، فبزيد الأورغان كامل. هلأ احنا منزيد حجم الخلية مش انه بزيد خلايا جديدة، فبالتالي ما عندي new cells، بس انه بيكونوا bigger cells containing increased amounts of structural proteins والorganelles. هلأ بما انه بدي ازيد structural proteins والorganelles اللي جوا الخلية، معناته ايش بحتاج؟ بحتاج الجين اكتيفيشن بالرايبوسومز والدي ان اي اللي جوا النيوكليوس. لازم هلا بما انه عملت جين اكتيفيشن رح يصير في عندي increased protein synthesis، وبالتالي رح يزيدوا الاورجانيلز عندي جوا الخليه. هلا الهايبرتروفي ما بصير بالخلايا اللي بتقدر تعمل سيل ديفيجن، لانه يعني منطقيا الخلايا اللي بتقدر تعمل سيل ديفيجن بتقدر بكل سهوله انه تزيد عدد الخلايا، مش انه تزيد مكونات الخليه وتكبرها، لا هي بتصير بالبيرمننت تيشوز which cannot undergo cell division. ايش اللي بصير عندهم الهايبرتروفي؟ اللي هم سكيليتال موسل والكاردياك موسل مايوكارديوم والنيورونز. هلا زي ما حكيت لكم قبل شوي انه كل واحد من هدول الادابتيشنز في له يا اما فيسيولوجيك او باثولوجيك التفرعات تاعونه، يا اما من الانكريست فانكشنال ديماند او جروث فاكتور او هرمونال ستيميليشن. هلا كل واحد وايش سببه. هلا الفيسيولوجيك اللي نبدا فيها، في عنا زي مثلا A اللي هي السكيليتال ماسل ديورينج اكسرسايز او بالهيفي ويت ليفترز. أكيد أي واحد صار له راح على الجيم واشتغل على حاله صار يلاحظ إنه صار في عنده عضلات. هاي العضلات إيش هي بتكون؟ بتكون من الهايبرتروفي، إنه الخلية نفسها زادت، لأنه زي ما حكينا السكيليتال ماسلز كانت undergo cell division، ولو إنهم ممكن يكونوا بيقدروا يروحوا بيقدروا يصير لهم cell division بس عندهم limited capacity، فبعد within limits بصير لهم بعديها الهايبرتروفي إنه الخلية نفسها بزيد حجمها. وفي هذا المثال هنا السكيليتال ماسل هايبرتروفي بالهيفي ويت ليفتر، هذا الفيسيولوجيكال هايبرتروفي، واضح جدا انه الشخص عنده عضلات كبيره. هلا تاني وحده اللي هي ممكن تكون من الهرمونال ستيميليشن،
زي مثلا ال gravid uterus. ايش هو ال gravid uterus؟ انه ال enlargement of the uterus during pregnancy. ليش بصير؟ اللي هي زي ما حكينا شوي، لانه الامبريو بده يتكون جوا الرحم، فلازم الرحم يتناسب مع حجم الامبريو ولا راح يصير في عنا bad consequences. بس هاي بتصير من الهرمون اللي هو الاستروجين. الاستروجين بزيد بطانة الرحم، بيحاول يخليه يكبر، فالسموث مصل بتزيد، بصير لها هايبرتروفي وهايبربليشيا، يعني بتزيد حجمها وبزيد عددها كمان. هاي كلياتها سبحان الله مشان الامبريو يقدر يتكون جوا اليوترس. هذا في عنا النورمال يوترس على الرايت، واضح هذا بيكون 100 جرامز، وفي عنا الجرافيد يوترس 1000 جرامز that was removed from postpartum bleeding. هلا بي في عنا هذا النورمال small spindle shaped uterine smooth muscle from a normal uterus. واضح جدا كيف هم متراصين جنب بعض وما في فراغات تقريبا بينهم. سي هاي بنفس الماجنيفيكيشن في عنا ياها large plump hypertrophied smooth muscle cells من الجرافيد يوترس. شوفوا كيف حجم الخلية كبر مقارنة بهون، النيوكليوس صارت متباعدة أكثر عن بعض وصار في فراغات ما بين الخلايا كمان، انه مشان يعني كبروا. وصار في عنا كمان الهايبرتروفي والهايبربليجيا بحالة الجرافيد يوترس. هلا هدلاك الفسيولوجيكال. هلا بالنسبة للباثولوجيكال اللي هي ممكن تكون يا اما انكريز ديماند زي ما حكينا قبل شوي بالهارت بالمايوكارديوم، صار في عنده هايبرتنشن فصار في عنده left ventricular hypertrophy، أو إنه ممكن مثلاً من aortic valve disease أو إنه stenotic valve. كل هدول بزيدوا cardiac load، بزيدوا workload على الهارت، فمشان to accommodate these changes بصير في عنده increase in the size of myocardial cells، لأنه زي ما حكينا قبل شوي ما بصير له hyperplasia بصير له hypertrophy، لأنه hyperplasia معناته زيادة بعدد الخلايا والcardiac muscles ما بقدروا cannot undergo cell division، أما hypertrophy بصير للcardiac muscles. هلا ثاني واحدة اللي هي compensatory enlargement of residual viable cardiac myocytes بعد المايوكارديال انفاركشن. لما يصير في عنا dead cells اكيد النيبرينج سيلز بدها تحاول انها تعوض عن النقص الوظيفي اللي صار عنا بعد موت هاي الخلايا، فراح يصير في عنا compensatory enlargement، يعني هدلاك ماتوا فاكيد راح يصيروا diminishing in size، فاللي جنبهم بيصيروا يحاولوا انهم يكبروا مشان يعوضوا عن النقص اللي حاصل. هاي النورمال سكيليتال مسل باللونجيتيودينال فيو، شوفوا كيف واضح انهم متراصين جنب بعض. طبعا الدكتوره باللاب ما رح تجيب لكم النورمال، يعني نادر ما هي تجيبها، بس هي بتحط لكم صور النورمال مشان تقارنوا فيها مع اللي باثولوجيكال فيتشرز. هاي النورمال كمان بس هاي كروس سكشن. في عنا الهايبرتروفايد سكيليتال مسل فايبرز، شوفوا السهم هنا حاط على هاي الصوره. في عنا هاي الخلية كتير واضح إنها أكبر من الباقي، هاي مشان to accommodate the changing demands. نفس الإشي هاي hypertrophy للskeletal muscle، حكينا skeletal muscle muscle وين بتصير؟ لل heavy weight lifters أو اللي يعني كتير بيشتغلوا بالجيم يعني. هاي هلا في عنا هون normal heart، هذا بيكون يعني قريب 400 جرام. أما الهايبرتروفايد هارت هذا كتير كبير، بيكون قريب 600 جرام، واضح جدا الفرق ما بينهم. في عنا هذا كمان الليفت فنتريكولر هايبرتروفي. هلا احنا بنعرف اصلا انه الليفت فنتريكل له السمك الوول تاعه اكبر من الباقي، بس بما انه هنا كتير اكتر من الطبيعي معناته خلاص شخصوه انه ليفت فنتريكولر هايبرتروفي. ولما شافوا على مش بس بالجروس فيو، لما شافوا بالالكترون مايكروسكوبي كان واضح ان الخلايا اكبر من الطبيعي. هاي ليفت فنتريكولر هايبرتروفي بالهايبرتنشن، واضح كتير انه السمك الوول صار كتير اكبر من الطبيعي. هاي هايبرتروفي اوف كاردياك مسل فايبرز، شوفوا كيف متباعدين عن بعض، النيوكليوس صارت بعيدة بين كل وحدة ووحدة وزاد حجم الخلية. هلا سي اللي هي ممكن تكون هرمونال ستيميليشن، امتى بشوفه؟ ممكن اشوفه من الجروث هرمون باي ذا بيتيوتري جلاند. هلا الجروث هرمون هذا
إذا زاد إنتاجه من البيتيوتري جلاند يا إما بيؤدي للجايجانتزم أو الأكروميجالي. هلأ الجايجانتزم والأكروميجالي بيختلفوا عن بعض. الجايجانتزم اللي هي بتكون before puberty، بيكون الشخص كامل صار جايجانتك وواضح هذا الشخص يعني كجسم كامل كلياته كبر مع بعضه، هذا age matched young man صار يعني بقارنوا بينهم هذا الشكل الطبيعي هذا gigantic، هذا before puberty before the closure of the epiphyseal plates of bones. أما لو صارت ال increased production لل growth hormone after puberty رح يصير في عنا إشي بسميه الأكروميجالي. الأكروميجالي اللي هي إنه بزيد حجم الهاندز والفيت والجو بونز والفيشل بونز بشكل كامل، يعني هون واضح هذا الزلمة عنده الجو كتير أكبر من الطبيعي لأنه بعد ال closure of epiphyseal plates of bones. هلا الميكانيزم بتاعت الهايبرتروفي اللي هم إلهم two types of signals، يا أما بيكونوا mechanical triggers أو trophic triggers. mechanical يعني أشياء حركية هي اللي بتأثر إنه يصير في عنا الهايبرتروفي زي ال stretch بالskeletal muscle during exercise أو إنه بالmyocardial cells of the heart in hypertension. لما زاد الضغط صار في عنا stretch بالmyocardial cells معناته رح يصير في هايبرتروفي، أو إنه stretch بالskeletal muscles during exercise لما الواحد قاعد بتدرب رح يصير في عنا stretching للmuscles إنهم يتمددوا فبالتالي بيكبروا. هلأ تاني trigger اللي هم trophic triggers اللي هم أشياء لهم علاقة بالغذاء زي soluble mediators اللي هم to stimulate cell growth زي the growth factors والadrenergic hormones. هدول رح تاخدوهم بالcarcinogenesis أتوقع مشان تعرف كيف تيومرز بتصير. هلا زي ما حكيت لكم قبل شوي رح يصير في عنا جين اكتيفيشن من السيجنال ترانسدكشن باثويز، بيعملوا لي جين اكتيفيشن فبالتالي بصير في عندي سينثيسيس اوف ماني سيلولر بروتينز منهم الجروث فاكتورز والستركتشرال بروتينز. لما يزيد عندي البروتينز والمايوفيلامنتس بير سيل رح يزيد عندي الفورس مشان تو ميت ذا انكريست ورك ديماندز مشان يزيد الforce generated with each contraction يعني مشان يحافظ على وظيفته. هلا شو ما كانت الميكانيزم تاعت الهايبرتروفي في عنا حد، هذا الحد إذا وصلوا الخلايا ما بيقدروا بعديه إنهم يعوضوا عن ال increased work demand. يعني شو ما كان الشخص عليه ضغط كل واحد له حد ما بقدر يعني يتعداه، بقدر يتكيف مع شوية ضغط مع كتير 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 بس بعديها خلص. نفس الإشي الجسم. هلأ when this happens in the heart رح يصير في عنا several degenerative changes. هاي الأشياء كتير كتير سيئة لما تصير بالهارت. ليش؟ لأنه ممكن يصير في عنا fragmentation يعني إنه تصير الخلية نفسها تتفتت، أو إنه تصير في عنا loss of myofibrillar contractile elements. طبعاً هدول ضروريين كتير أصلاً للfunction تاعت المايوسايتس لأنه بدونهم رح يبطل في عنا contractile force، رح يبطل في عنا ضخ دم، وبالتالي رح يصير في عنا a lot of bad consequences. هلا هدول ليش بصيروا degenerative changes؟ يا أما إنه limited blood supply إنه ال enlarged fibers هدول رح يصيروا ياخدوا بدهم أكتر blood supply حسب حجمهم، بس الهارت أصلاً بيجي على يعني blood supply على قد حجمه القديم، فبالتالي ال blood supply رح يصير كتير كتير أقل بالنسبة لهدول ال enlarged fibers ورح يصير في عنا degenerative changes. ممكن ثاني إشي إنه ممكن يكون inadequate mitochondrial supply of ATP. الميتوكوندريا متعودة تعطي لحجم معين من الهارت اللي هو normal size، أما لما يصير في عنا increased workload ويصير في عنا enlarged fibers رح يزيد احتياجهم لل ATP والميتوكوندريا ما بتقدر يعني cannot يعني لحد معين تقدر تتكيف مع هذا الإشي بس مش لكتير. أو إنه ثلاثة إنه failure من البيوسينثيتك ماشينري إنها تعطي الكونتراكتايل بروتينز والسيتوسكيليتال إليمنتس. حكينا إنه بصير جين أكتيفيشن وإنكريست بروتين سينثيسس بس هذا كمان لحد معين، لما تبطل تقدر النيوكليوس تطلع الدي إن إيه وتروح على الرايبوسوم يعمل بروتينز لأنه صار في كتير إنكريست وركلود رح يصير في عنا هدول الديجنريتيف تشينجز.
طيب هلا حكينا عن الهايبرتروفي، هلا رح نحكي عن الهايبربليجيا اللي هي increase in the number of cells فبزيد the size of the organ ككل. هلا بما انه حكينا الهايبرتروفي بتصير بال tissues permanent tissues اللي ما بيقدروا يصير لهم cell division، معناته الهايبربليجيا لانه increase in the number of cells معناته رح يصير في عنا cell division، وهذا ايش بصير من مش permanent tissues باللي tissues اللي بيقدروا يصير لهم cell division زي ستيم سيلز. ستيم سيلز اللي هم الخلايا الجذعية اللي بتكون لسه مش متطورة لأي نوع من الخلايا، وهي أكتر إشي بتساعد على إنه production of new cells. هلا الهايبربلاجيا زي الهايبرتروفي وزي الباقي كمان ممكن تكون يا اما فيسيولوجيك او باثولوجيك. بال both situations هي بتصير لها stimulation عن طريق ايش؟ عن طريق الجروث فاكتورز. هذا الاشي اللي بيميزها عن الهايبرتروفي، انه هاي بس عن طريق الجروث فاكتورز اللي بصير لهم production من various cell types. هلا اول اشي انه كيف ممكن تكون فيسيولوجيكال؟ physiological من الهرمونال stimulation زي بال females uterus during pregnancy، حكيناها قبل شوي انه هاي فيها hyperplasia و hypertrophy يعني بزيد عدد الخلايا وبزيد حجمهم كمان، او ممكن يكون بال proliferation of the glandular epithelium of the female breast يا اما خلال ال puberty او من ال او خلال ال pregnancy or lactation، يعني بزيد enlargement of the breast بصير خلال يا اما ال puberty او ال pregnancy for the lactation مشان البيبي. هلا تاني اشي اللي هي الكومبنساتوري هايبرپلاجيا اللي هي زي كومبنساتوري هايبرتروفي، انه صار في عنا ديد تيشيو امنا جزء من اورجان، مثلا اذا كان مريض هذاك الاورجان فالريزيديوال تيشيو رح يصير له جروث، زي مثلا في عنا بالسيرجيكال ريزكشن مثلا امنا جزء من الليفر، هذا الجزء الباقي من الليفر رح يصير في عنده الميتوتيك اكتيفيتي تبدا بعد 12 ساعه، بعديها after 3 months رح يرجع الليفر لحجمه الطبيعي. هاي سبحان الله الشغله كثير مهمه للجسم وربنا حطها فيها فينا. هلا استيمولاي للهايبربلاجيا زي ما حكينا بشوي هم growth factors، صح؟ معناته هون ايش بده يكون؟ بده يكون polypeptide growth factor produced by ال uninjured hepatocytes اللي ضلوا لساتهم اللي ما صار لهم resection، او من ال non-parenchymal cells بالليفر. هلا طبعا بعد ما وصل بعد 3 months لما صار وصل للنورمال ويت الليفر لازم البروليفريشن يصير له تيرند اوف. ليش؟ بلاش يتحول لا سمح الله لتيومر او ماس نودولز ممكن تاثر بعدين على وظيفه الليفر، فلازم يصير لها تيرنينج اوف عن طريق الجروث انهبيترز. يعني في عنا جروث فاكتورز في عنا جروث انهبيترز. هلا تاني وحده اللي هي ممكن تكون باثولوجيكال، الباثولوجيك موست فيتشرز بتاعت الباثولوجيك هايبربلاجيا بتكون يا اما من الاكسسيف هرمونال او جروث فاكتور ستيميليشن، لانه هم اصلا يعني بس عن طريق هدول الاثنين لما يصير كتير بده يكون باثولوجيكال. هلا اول مثال عليها في عنا يا الاندوميتريال هايبربلاجيا. هلا احنا بنعرف انه after a normal menstrual period رح يكون في عنا burst of uterine epithelial proliferation، لانه اصلا المنسترال بيريد هي بتطلع بطانه الرحم لانه ما صار في فيرتلايزيشن، فبعديها بعد المنسترال بيريد بيرد يتكون كمان مره بطانه الرحم تحضيرا اذا كان في حمل. هلا رح يصير في عنا بعد المنسترال بيريد تتكون عنا بطانه الرحم مره ثانيه that is normally tightly regulated by stimulation through the pituitary hormones والovarian estrogen، وبصير الانهبيشن عن طريق البروجسترون. هلا الاستروجين والبروجسترون هدول الهرمونين كتير مهمين للأوفريز ولليوترين ابيثيليال. هلا اذا صار في عنا disturbance بالبالانس ما بينهم رح يصير في عنا endometrial hyperplasia اللي هي انه بصير في abnormal menstrual bleeding، يعني انه بتكون المنسترال بيريد كتير هيفي وهاي بسموها منورجيا. هاي في عنا normal endometrium البطانة بتكون عادية، أما الendometrial hyperplasia شايفين هنا صارت البطانة كتير أكتر من العادية من normal uterus. هاي normal endometrium شوفوا الجلانز مبينين فيهم طبيعيين، أما هاي اللي فوق في عنا microscopic view للendometrial hyperplasia، يعني كيف صار واضح ان الجلاند صاروا كتير اكبر من قبل،
صاروا الفراغات أكتر. كمان اللور ريفيو اللي هو الاندوميتريال هايبربلاجيا، في عنا نيوميروس جلاندز، هنا انه الجلاندز كبروا، وهاي بتوضح لي انه كيف صار في عنا كتير عدد الجلاندز أكتر من الطبيعي. هاي كمان الاندوميتريال هايبربلاجيا showing increased number of glands، شوفوا مقارنة بالطبيعي اللي شفناه قبل شوي مش كتير الجلاندز هنا، اما هنا كتير واضحين الجلاندز صاروا اكتر عددهم. او في عنا تاني مثال اللي هي البيناين بروستاتيك هايبربلاجيا عند المن causing urinary tract obstruction، لانه صار في عنا enlargement of the prostate زي هاي الصورة في عنا. هلا هاي النورمال بروستيت هي عادية، هذا البلادر، هاي هذا الشكل الطبيعي، اما اذا صار في عنا enlarged prostate اللي هي benign prostatic hyperplasia راح تصير تأثر على اليوريثر وتضغط عليه، فبالتالي بيصير في عنا اللي هي هاي الحالة benign prostatic hyperplasia. نفس الاشي في عنا صار constricted urethra، البروستيت صارت تضغط عليها فصار بيكون عندهم صعب الـ urination. هاي الـ gross view للبروستيت showing benign prostatic glandular hyperplasia، بالأسهم هاي مبين النودولز تاعت الجلانس كيف صار لها hyperplasia انها أكبر من الطبيعي. هاي normal prostate، أما هنا prostatic hyperplasia صار في عنا increased number of glands مقارنة بهاي الصورة كتير أكثر هدول الجلانس هنا صاروا، وهي بتذكر جابت لنا إياها باللاب السنة الماضية. طيب هلأ بالوند هيلينج hyperplasia also is an important response of connective tissues. ليش؟ هلأ بالوند هيلينج بيصير في عنا proliferating fibroblasts والblood vessels كمان بيساعدوا بالريبير. كيف بتصير؟ هلا في عنا اللي رح تاخدوها ان شاء الله بالاميونولوجي على الفصل الصيفي، كيف انه اللوكوسايتس لما يصير في عنا انفلاميشن، وكمان رح تاخدوها على الشابتر 2 بالانفلاميشن، انه لما يصير في انجري رح يجوا اللوكوسايتس يتجمعوا بهذا المكان ويطلعوا الكيميكال ميدياترز، وهاي الكيميكال ميدياترز بيصيروا يحفزوا الجروث فاكتورز، والجروث فاكتورز مشان تطلع مشان تصير تحفز الفايبروبلاست مشان يعملوا الوند هيلينج. كمان ممكن يطلعوا الجروث فاكتورز من سيلز بالاكسترا سيلولار ماتريكس. هلا شغله مهمه لازم نعرفها بكل هدول السيتويشنز، انه الهايبربلاستيك بروسيس ريمينز كنترولد، يعني متى ما اقيم الهرمونال او الجروث فاكتور ستيميوليشن فورا الهايبربلاجيا ديسابيرز. هلا هاي الريسبونسيفنس هي اللي بتخليني افرق ما بين الهايبربلاجيا عن التيومرز. التيومرز لانه بصير بالكانسر سواء كان بيناين او مالجنانت، السيلز بتصير لهم جروث حتى لو ما كان في عندي هرمونال او جروث فاكتور ستيميليشن. هلا مع هيك في عنا انه الباثولوجيك هايبربلاجيا هي تربة خصبة لانه يصير في عنا كانسرز may eventually arise. مثلا البيشنتس اللي عندهم هايبربلاجيا of the endometrium بيكون عندهم اكيد increased risk انهم لا سمح الله يصير في عندهم endometrial cancer، بس هاي يعني بحالات استثنائية. طيب حكينا عن اول تنين، هلا بدنا نحكي عن الاتروفي. الاتروفي اللي هي من اسمها معناته shrinkage in the size of cell عن طريق ال loss of the cell substance اللي هي بسميها الاتروفي. هلا لما يكون في عندنا نمبر كتير نمبر من السيل صار لهم اتروفي و loss of cell substance بصير كل الاورجان diminishes in size بسميه atrophic. هلا مع انهم هم قلوا حجمهم وصار في عندهم loss of cell substance، بس هم بنفس الوقت ما مش ميتين، هم يعني بس صار لهم diminishing بالسايز فقلت الفانكشن تاعتهم، بس لساتهم بيشتغلوا. هلا ايش هي الكوزز اوف اتروفي؟ الكوزز اوف اتروفي هم ستة. في عنا اول واحدة اكيد الكل بعرف اللي هي decreased workload، اي اشي اي عضو من الجسم بطل الواحد يعني انه تركه ساكن ومش محرك لمدة طويلة أكيد رح يصير له atrophication. مثلا ال immobilized muscles بال paralyzed limb، الناس اللي عندهم paralysis لازم دايما يضلهم يعملوا لهم علاج فيزيائي انهم يحركوا رجليهم كل فترة وفترة بلاش يصير في عندهم ضمور كتير بالعضلات
ويعني يصير واضح للعيان، او انه ممكن الـ immobilization of a limb to permit healing of a fracture. اكيد اي شخص صار عنده زمان انه حط جبصين على ايده او رجله، بعد ما فك الجبصين لاحظ الفرق ما بين الايد السليمة والايد اللي كانت مكسورة، انه الايد المكسورة لانه مش محركة من زمان صارت قل حجمها. ثاني واحدة اللي هي decreased أو inadequate nutrition، هاي أكيد يعني منطقية. كمان ال blood supply زي بالأثيروسكليروسز، الأثيروسكليروسز اللي هي تصلب الشرايين، إنه يصير في عنا مثلا زي plug بالشريان تخفف تقلل من ال blood flow اللي ممكن يمر من هذا ال blood vessel، سواء blood سواء كان يعني artery ولا vein، فال blood supply أكيد بده يخف. aging هاي بسميها senile atrophy أو loss of endocrine stimulation، إنه الهرمون والgrowth factors قلوا. أو ممكن يكون من ال loss of nerve supply اللي هي denervation، إنه الدماغ بطل يقدر يبعث signals إنه للسيلز يضلوا بالحالة الهوميوستاسيس، فبصير لهم الاتروفي. هلا مع انه هدول يعني بعض هدول الستيمولاي سواء كان الفسيولوجيك زي اللوس اوف هرمون ستيميليشن او بالمينوبوز، تعرفوا ايش هو المينوبوز اللي هو سن الياس، انه المنسترال بيريد بتبطل تيجي للمراه، او انه ممكن تكون الباثولوجيك زي الدينيرفيشن. الفاندمنتال سيلولار تشينجز ار ايدنتيكال، كيف يعني؟ انه بصير في عنا ريتريت للسيل سايز، انه بتصير سمولر سايز ما دام السرفايفل از ستيل بوسيبل. يعني هي صح هاي باثولوجيك وفيسيولوجيك، بس مع هيك هو الخلية بتحاول انها تقلل من احتياجاتها مشان يصير تضلها تحاول تعمل سرفايفل. هلا a new equilibrium is achieved between the cell size with diminished blood supply and nutrition with trophic stimulation. يعني صح قللت حجمها، معناته لازم يقلل لها كمان البلود سبلاي والنيوتريشن والتروفيك ستيميليشن زي الهرمونز والجروث فاكتورز. هلا الميكانيزم بتاعت الاتروفي هي ما بين الديكريزد بروتين سينثيسز وانكريزد بروتين ديجريديشن ان سيلز. يعني انا بقلل انتاج البروتين وبنفس الوقت انا بزيد تدميره، يعني بناء بقلل البناء وبزيد الهدم، مشان هيك صار في عنا الاتروفي. بروتين سينثيسز ليش بيقل؟ لانه صار في عنا ريدوسد ميتابوليك اكتيفيتي. ليش الميتابوليك اكتيفيتي قلت؟ من هدول الاسباب اللي حكيناهم قبل شوي. طيب هلا اللوس اوف سيلز ماي اوكر ان، في عنا 3 باثويز حكيناهم. اول واحدة اللي هي الابوبتوسيس، الابوبتوسيس اللي هو اصلا معناته سيل ديث، بصير في عنا decrease in the number of cells of a tissue or organ. هلا احنا صح كان الاتروفي هي انه ما بصير لهم death زي هون انه the cells are not dead، بس هاي انه loss of cells اتوقع حاطينها انه بشكل عام، لانه اصلا الاتروفيك cells مش ميتين. ثاني واحدة اللي هي اليوبيكويتين والبروتيوزون pathway، هذا الباثوي انه مثلا اذا صار في عنا نيوتريان ديفيشنسي او ديسيوز، ايش بصير في عنا؟ بصير في عنا اكتيفيشن لاشي بسميه يوبيكويتين لايجيزز. هذول اليوبيكويتين لايجيزز بيرتبطوا مع مالتيبل كوبيز من اليوبيكويتين مولكيولز، مشان هيك سموهم يوبيكويتين لايجيزز. هلا اليوبيكويتين مولكيولز واللايجيزز بيكونوا اصلا مرتبطين مع السيلولار بروتينز زي اللي موجودين بالسيتوسكيليتون، وبالتالي بيعملوا لهم targeting للديجريديشن عن طريق البروتيوزومز. هلا هاي كتير كتير الفقرة مختصرة عن هذا الباثوي، حطيت لكم في فيديو انيميشن لهاي الطريقة موجود بالدسكريبشن بلو للي بحب يطلع عليه، هو تقريبا بس الدقايق وان شاء الله يعني انه تستفيدوا منه. ثالث وحدة اللي هي عنا اياها اسمها autophagocytosis، اكيد عارفين شو معناها، اللي هي self eating، انه لما تصير السل كتير starved بتصير eating its own components in an attempt to survive، انه مشان تعيش بتصير تاكل its own components which involves generation of autophagic vacuoles. هدول الفاكيولز بصيروا يعملوا fusion مع اللايسوزومز مشان يعمل hydrolyzation للانزيمز ويكسروا السيلولار كومبوننتس تاعت الخلية من جوا نفسها. طيب هلا في عنا هنا هذا normal young adult brain، هذا A،
أما بي اللي هي صار في عنا atrophy of the brain. هلأ ليش صار في عنا هنا atrophy للبرين؟ مش لأنه الشخص بطل يستعمله، لا. هلأ هذا الشخص عمره 82، هاي أول كلو. ليش؟ لأنه صار عنده aging 82، هذا كتير كبير، معناته صار في عنده senile atrophy. غير عن هيك حكولك إنه عندهم atherosclerotic disease، يعني صار في عنده reduced blood supply، معناته عنده سببين للأتروفي اللي هي إيش؟ الايجينج وريديوسد بلود سبلاي، فصار في عنده اتروفي للبرين. هلا هاي ضروريه حكت لنا اياها، اجى عليها سؤال السنه الماضيه انه بالنسبه للاتروفي للبرين ايش بصير؟ بصير في نارو للجايري وايدنينج للسلساي. الجايري اللي هي هاي الطيات صارت اقل من اقل حجمها من الطبيعي، اما السلساي زادت. ليش؟ طبيعيا، لانه يعني منطقيا لانه زادوا اقل حجم الجايري، معناته السلساي راح يزيدوا حجمهم، يزيد يعني يتوسعوا. هاي الفوتوغراف للرايت ليج اتروفي، هذا الشخص صار عنده دينيرفيشن من الباراليسز، فبطل يقدر يحرك هاي الرجل، فصار عنده الاتروفي للرايت ليج. وهون هاي الصورة واضحة جدا، انه هون هاي البارت من السكيليتال مسل صار في عنده اتروفي. ليش؟ بسبب الدينيرفيشن تو. وهون هدول النورمال سكيليتال ماسلز، يعني ممكن انه نشوف both sections بنفس الصوره. هون صار في عنا اتروفي، وهون هذه طبيعيه لساتها. كلياتهم اللي هو الميتابليجيا. الميتابليجيا هو reversible change، بصير انه بتغير نوع الخليه من one adult cell type ل another adult cell type. هلا ليش بتغير؟ مثلا انه السيل تايب اذا كانت سنسيتيف لبارتيكولر ستريس ومش قادره تعمل ادابتيشن مع هذا النوع، بتتغير لنوع تاني من السيلز بيقدر يتحمل هاي الادفيرس انفايرمنت. هلا الميتابليجيا is thought to arise by genetic reprogramming من stem cells to differentiate along a new pathway. الميتابليجيا بالعاده هي بتكون انه stem cells اللي هم اصلا مش ما صار لهم differentiation، stem cells بتحولوا للنوع الثاني وبروحوا على هذا المكان، مش انه النوع الاول بتحول للنوع الثاني، لا، هي بحاجه ل stem cells طبعا. طيب هلأ الأمثلة عليها، في عنا أول واحد اللي هو squamous metaplasia. هاي إنه بالrespiratory epithelium. respiratory epithelium إحنا بنعرف إنه هو مغطى بالciliated columnar epithelial cells، بس الناس اللي بيدخنوا كتير وعندهم تدخين شرس، مثلا إنه 5 packets a day أو 10 packets a day، هدول بسموهم habitual cigarette smokers، عندهم النورمال ciliated columnar epithelial cells بتحولوا ل stratified squamous epithelial cells، لأنهم هدول بيقدروا يتحملوا ال noxious chemicals بالcigarette smoke. بس صح انه هاي الشغلة منيحة انهم يتحملوا الكيميكالز، بس كمان بنفس الوقت انه الimportant protective mechanisms are lost، زي الميوكس secretion والسيلياري clearance of particulate matter اللي هي بتساعدهم عليهم السيليا اللي موجودة بالciliated columnar epithelial cells. مشان هيك بسموا الepithelial metaplasia is therefore a double-edged sword، يعني سلاح ذو حدين، يعني صح بتساعد بس بنفس الوقت هي ممكن تكون مضرة. طيب هلا كمان انه اذا كانوا الانفلونسرز هذول اللي بيأدوا لانه يصير ميتابليجيا تشينج، اذا صاروا انه بيرسيستنت، يعني كتير كتير شديدين ومتواصلين، ممكن يأثر انه يصير في عنا مالجنانت ترانسفورميشن للابيثيليوم. فمثلا في عنا السكوامس ميتابليجيا للريسبيراتوري ابيثيليوم، هي بالعاده بتكون كو اكزيست مع اللنج كانسرز composed of malignant squamous cells. هلا المالجنانت معناته اللي مش حميد، اللي بيكون عكس البيناين. البيناين اللي هو السرطان الحميد اللي ما بيكون صار له ميتاستاسيس، انه يطلع لبرا، يصير يتفرع لباقي الجسم. طيب هلا بنعرف انه السيجاريت سموكينج زي ما حكينا قبل شوي بيعمل سكوامس ميتابليجيا، وكانسرز arise later in some of these altered foci، انه ممكن السكوامس ميتابليجيا يتحول بعديها ل يصير في عنا lung cancer او respiratory tract، يعني بشكل عام انه يصير فيها
cancers. هلا كمان الفيتامين A deficiency ممكن تعمل squamous metaplasia. ليش؟ لأنه الفيتامين A is essential for normal epithelial differentiation، يعني هو مهم لأنه يكون في عنا ciliated columnar epithelial cells، فإذا صار في عنا deficiency منه ممكن يخلي يصير في عنا squamous metaplasia بالrespiratory epithelium. يعني عنا سببين للrespiratory epithelium انه يتحول ل squamous metaplasia اللي هي vitamin A deficiency والsmoking، طبعا لل habitual cigarette smokers. طيب هاي في عنا اياها النورمال columnar epithelium، هذا الطبيعي. هون صار في عنا squamous metaplasia تحولوا راحوا ciliated، راحوا السيليا وتحولوا لل squamous. هاي نفس الصورة اللي هون تحت، هذا الكولومنر الطبيعي ومواضحين السيليا فيه، أما هنا هذا تحول للسكواموس ميتابليجيا. في عنا تاني واحدة اللي هي chronic irritation. chronic irritation caused by the presence of stones، إذا كان في عنا حصى أو بالهرزيا الأوفا. البالهرزيا الأوفا هاي يعني رح تاخدوها هي بشكل مفصل، تعمل مرض اسمه شيستوسومايسيس، هذا موجود من الووتر سنيلز، بنقوله هذا المرض للإنسان. رح تاخدوها هي بالباراسايتس مع دكتور سمير بالمايكرو هذا الفصل إن شاء الله. هاي إذا كان في ستونز أو بالهرزيا الأوفا ممكن يعمل سكواموس ميتابليجيا بالرينال بلفس واليورينري بلادر أو الجول بلادر، يعني هاي كمان بتحول لسكواموس ميتابليجيا. هلا اللي عكسهم اللي هي الكرونيك جاستريك ريفلوكس. لما يصير في عنده الشخص كرونيك جاستريك ريفلوكس، بتعرفوا ايش هي؟ يعني انه الاحماض تاعت المعدة ترتجع عبر المريء. اذا كانت كتير كرونيك معناته النورمال ستراتيفايد سكوامس ابيثيليوم تاع اللور اسوفاغس رح يصير له ترانسفورميشن للجاستريك او الانتستينال تايب كولومنر ابيثيليوم، بسميها ميوكوس ميتابليجيا، وكمان هاي اسمها باريت اسوفاغس. يعني انه الستراتيفايد سكوامس صار يتحول للكولومنر ابيثيليوم عكس المثالين اللي اخذناهم قبل. هاي الشغله ممكن تخلي الشخص انه يتعرض للبيبتيك ألسر، او مرات ممكن يصير عنده الادينوكارسينوما للاسوفاجس. الادينوكارسينوما اللي هي مالجنانت تيومر موجود بالاسوفاجس، للادرينال جلانس اللي موجوده بالاسوفاجس. هنا في عنا بهاي الصورة الـ white color اللي هو الطبيعي، الطبيعي اللي هو إيش كان؟ squamous epithelium. أما مع الـ barrett esophagus mucous metaplasia صار في عنا الـ red color اللي هو تحول للـ columnar epithelium. نفس الإشي هنا barrett esophagus mucous metaplasia للـ squamous epithelium، هذا الطبيعي كان squamous، بعديها صار في عنا هنا columnar epithelial cells. وهاي كمان نفس الاشي بارت اسوفاجس، صار في عنا ميتابليجيا للاسوفاجيال سكواموس ابيثيليوم للميوسين سكريتين كولومنر ابيثيليوم، يعني كان سكواموس تحول لكولومنر ابيثيليوم. هلا الميتابليجيا كمان ممكن تصير بالميزينكيمال سيلز، بس بالعادة هاي بتكون لباثولوجيك التريشن مش انه ادابتيف ريسبونس. فمثلا في عنا إذا صار في عنا سايت، إذا صار في إنجري للسوفت تيشيو أو السكيليتال أو حتى السموث ماسلز، ممكن بهاي الأماكن يتكون عنا بون أو كارتليج، واللي معروف أصلاً البون والكارتليج ما بتكونوا فيهم. فمثلاً ممكن نلاقي بون متكون بالسوفت تيشيوز، هاي بسميها أوسيفيكيشن. أو مثلاً إنجري للسكيليتال ماسل تعمل تيومر لايك سويلينج، بسميه مايوسايتس أوسيفيكنس. يعني البون بالسوفت تيشوز بسميه اوسيفيكيشن، اما بالسكيليتال موسل بسميه ايش؟ مايوسايتس اوسيفيكنس. هلا في عنا هون مايوسايتس اوسيفيكنس، هاي سويلينج باللفت فيمر. شخص اجى على الاشعاع على الدكتور ولقى عنده الانتفاخ باللفت فيمر، عملوا له صوره اشعه، لاحظوا انه هاي ايش؟ هاي صار في عنده بونز. كيف صارت؟ بعد السكيليتال مسل after injury، هاي بالميزينكيمال ميتابليجيا. ممكن كمان هاي انه بالرايت ارم showing myositis ossificans، يعني مثلا هذا الشخص حرام مسكين كان يفكر عنده عضلات وانه بالاخر طلع كلياته بس bones، يعني he's growing bones in his arms. هاي كمان نفس الاشي انه myositis ossificans ميزينكيمال ميتابليجيا بالسكيليتال مسل. هنا في عنا هدول البون والكارتليج بهذا الجزء،
وهنا في عنا normal skeletal muscle اللي هو red أو pink appearance هذا. طيب هلا وقفوا اعملوا pause للفيديو بس احكي لكم هذا، في عندي حطيت لكم 3 أسئلة ان شاء الله انه رح تستفيدوا منهم. اول سؤال اللي هو one of the following is the result from estrogen stimulation. حكينا الاستروجين ايش بيعمل، اعملوا pause فكروا بالسؤال وجاوبوا. الجواب هو C زي ما حكينا اللي هي الهايبرتروفي والهايبربلاجيا، لأن الأستروجين بيعمل بيزيد بطانة الرحم فبيعمل الاندوميتريال هايبربلاجيا مرة. طيب تاني سؤال choose the correct answer regarding ميتابلاجيا، اعملوا بوز وفكروا بالسؤال. الميتابلاجيا الانسر اللي هي انه it occurs in habitual smokers، تعمل هي مش متزيد size of the organ لأنه أنا بس بغير النوع، وهي مش irreversible change حكينا ممكن ترجع للطبيعي، وأكيد مش none of the above لأنه هي بالhabitual smokers اللي بدخنوا كتير وبتحول عندهم السلية columnar epithelium ل squamous epithelium. ثالث سؤال والأخير Barrett esophagus is، وقفوا الفيديو وفكروا فيه. والجواب هو B. B اللي هي mucus metaplasia للسكوامس epithelium. وهيك بنكون خلصنا أول lecture. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. And I'm really sorry for my voice بس المرض مأثر علي. إن شاء الله اللي بده السلايدات راح أخلي اللجنة تعطيكم اللينك لإلهم. وموفقين إن شاء الله.